نادي الأخوية لا نعتبره ناجحا بإمكانيات نادي الأخوية طبعا حتى الآن. هذه الكرة العالية فوق الهدف الأول. نعم 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 داي بالتخصص النجم الكوري الصاعد الواعد، واحد من النجوم اللي تم استقطابها لدوري نجوم قطر، يتقدم بأول أهداف اللقاء ومن ضربة حرة خدعت الجميع بما فيهم سعد الشيب حارس المرمى لتسكن شباك نادي السد. وقلت لحضراتكم هل يفرض الأخوية أسلوبه أم تكون فترة مؤقتة؟ تصويبة قوية وضربة رأس أعتقد ربك فيني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. محمد كسولة ولا مهدي يا ترى أكثر؟ تاني المساكني تصويبة يأجل رأسنا الولد، تحضير تاني من جديد. نبتاي يا ولد، عملها الكوري الجنوبي الكبير، النجم الكبير يسجل تاني أهدافه ليتقدم الأخوية بتاني الأهداف، للاعب كوري صغير يتقدم ولا يخاف، يتقدم بتاني الأهداف. 2-0 الأخوية، هدف الولد حطتها وكأنها ضربة جزاء، هدفين وأول هدفين لي في الموسم يسجل النجم الكبير نام تايهي اللاعب الكوري، وكأنه المساكن اللي هيعملها كويس وحطها وكأنه حطها بإيديه. نام تاي عمل اللي عليه ليتقدم الأخوية بها، سجل هيبقى الهدف الثالث، ونتيجة الثلاثة فاز بها الأخوية العام الماضي في نهائي كأس ولي العهد، ولكن 3-2. ضربة جزاء سيبستيان سوريا، والهدف الثالث، ثلاثية الأخوية على نادي السد، هدف ثالث الأخوية بالطول والعرض، يسيطر على كل شبر في الأرض وبالعرض والطول. سوريا يسجل ثالث جول وجماهير الأخوية ترفع الأعلام وتدق الطبول، فسوريا سجل ثالث جول. 3-0 بقوة في منتصف المرمى، واتجه حارس المرمى سعد الشيب إلى اليمين، قرار وفرمان اسكتلندي من الحكم كريك توبسون بضربة جزاء مع الدقيقة 42 وإنذار لعبد الكريم حسن، و 3-0 الأخوية. قلت لكم الأخوية في حالة، لكن كرة القدم فيها كل شيء. راؤول وخلفان يا ولد، عملها الموهوب خلفان، لسه بقول لحضراتكم عندهم تاريخ، عندهم عراقة، هو وخلفان رمز الأناقة، يتقدم من أجل الاستفاقة ليتقدم السد بهدف تقليص الفارق. 3-1 كورة دوارة، عايز الكاميرا تكون بقى من تحت، ضربة الجزاء وهدف تاني، هدف تاني لمصلحة الزعيم، يعود ويقلص الفارق. إنها الشخصية، إنها العقلية، إنها كرة القدم للفرق الكبيرة، إنهم الكبار يا سادة، السد قد يكون في الشوط الثاني خارق للعادة، الزعيم يعود.